النهاردة إن شاء الله هنحل exercise 9 في كتاب المعاصر، بيتكلم عن trigonometric functions. بيقول لي f theta is the measure of an angle in standard position with terminal side intersect the unit circle عند البوينت root 3 over 2 and half. عاوزين نجيب الساين. طب احنا هنا عندنا البوينت، الجزء الأولاني هو الكوساين ثيتا والتاني ساين ثيتا، هو مطلوب الساين ثيتا، يبقى الساين ثيتا هيطلع equal half. السؤال التاني بيقول لي لو عندي ثيتا ساين ثيتا equal 1 over root 2، وقال لي ثيتا الميجر بتاع البوزيتيف اكيوت انجل، عاوزين نجيب الانجل ثيتا، هنعمل شيفت ساين 1 over root 2 اللي هيطلع ب 45 degrees. السؤال التالت بيقول لي لو عندي الساين ثيتا equal negative 1 والكوساين بزيرو، عايزين نجيب الميجر بتاع الانجل ثيتا. احنا هنا عندنا اليونت سيركل هنا 1 و 0 وهنا نيجاتيف 1 و 0 وهنا 0 و 1 وهنا 0 ونيجاتيف 1، طبعا ده الكوساين ودون الساين. هنا اللي عندنا الساين نيجاتيف 1 وده الكوساين 0، هنا عندنا 0 90 180 لكن الجزء ده 270. هنا مفيش 270، هنشيل الباي ونحط مكانها 180 اوفر 2 هتطلع 90، دي هتطلع 180 3 تايم 180 باي 2 هو فعلا 270. السؤال اللي بعد كده نمبر 4 بيقول لي لو عندي الكوسيك ثيتا ايكوال 2، وقال لي هنا الثيتا دي بوزيتيف اكيوت يعني في الفيرست كويت، عايزين نجيب الميجر بتاع الانجل ثيتا. طبعا عندنا الريسيبريكال بتاع الكوسيك هو الساين، يبقى كده عندي الساين ثيتا ده هنعمله ريسيبريكال يطلع هاف، عشان نجيب الانجل هنعمل شيفت ساين هاف هتطلع ب 30 ديجريز لانه قال في الفيرست كويت. المسألة اللي بعد كده نمبر 5 بيقول لي لو عندي تان ثيتا ب 1 وقال لي برضو ثيتا بوزيتيف اكيوت انجل، هنعمل بالكالكوليتور شيفت تان 1 ايكوال هيدينا 45 ديجريز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لو عندي الكوساين ثيتا بروس 3 اوفر 2 وقال لي ثيتا بوزيتيف اكيوت انجل، عاوز نجيب الساين. اول حاجه ممكن نجيب هنا هنعمل شيفت كوساين ثيتا، شيفت كوساين روت 3 اوفر 2 هتطلع الانجل ب 30، وبعد كده نعمل ساين 30 اللي هي تطلع بهاف. السؤال اللي بعد كده عاوزين نجيب كوتين سكوير 30 ماينس 6 سكوير 60 بلس كوسيك سكوير 45. اول حاجه الكوتين دي الريسيبريكال بتاعه التان، يبقى 1 اوفر تان 30 سكوير ماينس السك ريسيبريكال بتاع الكوساين كوساين 60 سكوير بلس الكوسيك الريسيبريكال بتاعة الساين 1 اوفر ساين 45 سكوير، ده وان هيطلع 1 اوفر 1 اوفر 3 يعني هيطلع ب 3 ماينس ده وان هاف باور 2 يبقى كورتر هيطلع فوق ب 4 وده 1 اوفر روت 2 يعني هاف اللي هو هيطلع فوق ب 2 هتطلع في الاخر بالكالكوليتور 3 و 2 5 ماينس 4 تطلع 1. السؤال اللي بعد كده لو عندي الساين بنيجاتيف هاف والكوساين بروس 3 اوفر 2، قال لي هنا ثيتا لايز ان ويتش كواد. طبعا احنا عندنا ادي الفور كواد، هنا اول بوزيتيف وهنا الساين بوزيتيف وهنا التان بوزيتيف وهنا الكوساين بوزيتيف، فهنا عندنا الساين نيجاتيف لكن الكوساين بوزيتيف وده مش موجود غير في الفورس كويت. المسألة اللي بعد كده ادينا ساين نيجاتيف 12 اوفر 5 باي، وعايزين نجيب الايكويفالنت فانكشن ليها، فالساين زي ما هي عندنا هنا نيجاتيف 12 الباي دي في الديجري ميجر هتبقى ب 180 over 5 هتطلع negative 432، هنعمل لها plus 360 هتطلع برضو negative plus 720 هتطلع 288، يبقى هنا الساين الكلام ده هيطلع بساين 288. المسألة اللي بعد كده عندنا ساين 0 بالكالكوليتر هيطلع بزيرو، كوساين 0 ب 1، تان 0 بزيرو تبقى 0 1 و 0 هتطلع 1. اللي بعد كده برضو كالكوليتور 2 ساين 45 2 تايم 1 اوفر روت 2 اللي هي في الاخر هتطلع روت 2.
مسألة نمبر 12، اداني هنا الكوساين بوزيتيف لكن الساين نيجاتيف، واحنا لسه عاملين واحدة زيها الكوساين بوزيتيف والساين نيجاتيف. هنا في الفورس كواد الكوساين بوزيتيف والساين فيها نيجاتيف، فهنا ادانا ارقام. طبعا هنا 2 تايم 180 ديفايدد 3 هتطلع 120، وده هو موجود في السكند. التانية 5 تايم 180 ديفايدد 6 هتطلع 150 برضو في السكند. اللي بعد كده 5 تايم 180 ديفايدد 3 تطلع 300، يبقى هو ده الحل بتاعنا، دي اللي موجودة في الفورس كويت. المسألة نمبر 13 بيقول لو عندنا terminal side of an angle in standard position intersect the unit circle عند البوينت A اللي هي موجودة في الفورس كويت. يعني فورس يعني الكوساين بس هي اللي بوزيتيف، طبعا الكوساين والسيكل الريسيبريكال بتاعها. واداني الاكس كوردينيت 5/13، يبقى احنا عندنا عاوزين نجيب الاي. طبعا هنا الجزء ده بوزيتيف، اكيد الجزء التاني نيجاتيف، فهتبقى يا اما نمبر اي يا اما نمبر سي. هي ليها كذا طريقه للحل. هنا عندنا ده الاكس، الاكس اللي هو مين؟ الاكس اللي هو الكوساين. هنعمل تراينجل كده، وهنا عندنا الادجيسنت 5 والهايبوتنس 13. هنجيب الاوبوزيت سكوير روت 13/2 - 5/2 هيطلع 12. يبقى هنا عندنا الساين اللي احنا عايزين نجيبها هتبقى 12/13، بس هي اكيد بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى الحل هيطلع نمبر A. المسألة اللي بعد كده بيقولي عندي هنا تراينجل ABC وده رايت عند البي، ادي تراينجل كده رايت عند البي اسمه ABC، وقال لي ان الاي توايس السي، فهنا عندنا الـ A twice الـ C. هنسمي مثلا الـ CX، يبقى الـ A 2X لما نعملهم بلس هيطلع 3X equal 90، منها الـ X دي الـ C هتطلع بـ 30 والـ A هتطلع بـ 60. هو عايز يجيب الـ sec A، الـ sec اللي هي الـ reciprocal بتاعة الكوساين، يبقى هنا دي 1 over cosine الـ A عندنا بـ 60 بلس 1 over cosec اللي هي الـ reciprocal بتاعة sin، والساين هنا عندنا ب 30. ده 1/1 دينوميتر ودينوميتر هيطلع ب 2، وهنا 1 برضو اوفر هاف دينوميتر ودينوميتر هيطلع ب 2 فوق، يبقى في الاخر 2 + 2 = 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ديتيرمن ذا ساين اوف ذا فولوينج تريجونومتريك ريشوز. ادانا الكوساين 350، عاوزين نعرف ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. طبعا احنا عندنا هنا الاول بوزيتيف، وهنا الساين والكوسيك بوزيتيف، وهنا التان بوزيتيف طبعا والكوتان، وهنا الكوساين والسيك بوزيتيف. هنا عندنا الكوساين طبعا 350، طبعا هنا عندنا 0 و 360 وهنا 90 وهنا عندنا 180 وهنا 270. 350 في الفورس كواد، يبقى الاولانيه دي هتطلع بوزيتيف، التانية 100. طب ال 100 دي فين؟ ال 100 بين ال 90 وال 180، ودون السكند كويت بتاع الساين والكوسيك، يبقى هنا عندنا ال 10 فيها نيجاتيف لان ال 10 دي بوزيتيف في السيرت. اللي بعد كده سيك 265، هنمشي كده كده 180 270، لكن هنا دي الجزء بتاع 265 فيها بتاعة التان والكوتان، لكن السيك فيها نيجاتيف. اللي بعد كده 5 sin 5/4، الباي قلنا ب 180 في الديجري ميجر، هتبقى 5 × 180 / 4 هتطلع 225. ال 225 بين ال 180 و 270 يعني هي في السيرد، والسيرد دي الساين فيها نيجاتيف. اللي بعد كده كوسيك 3/7 يعني 3 × 180/7، نشوفها بالكالكوليتر 3 × 180/7 equal، ندوس علينا طلعت 77، و 77 في الفيرست، والفيرست كله عندنا بوزيتيف. اللي بعد كده كوتان 3/4، يبقى 3 × 180
over 4 هتطلع 135. ال 135 بين ال 90 وال 180 يعني هي هنا في السكند، لكن الكوتين في السكند نيجاتيف. اللي بعد كده 10 410 طبعا هنا هنشيل منها 1 تيرن هتبقى ماينس 360 هتطلع 50، وهنا 50 في الفيرست والفيرست كله بوزيتيف. اللي بعد كده كوسيك 1200، ال 1200 بالكالكوليتر هنعمل 1200 ماينس 3 تايم 360 هنشيل منها 3 ترنس طلعت 120. ال 120 ديا في السكند كواد، لكن عندنا الكوسيك في السكند الكوسيك زي الساين يبقى هتطلع برضو بوزيتيف. اللي بعد كده نيجاتيف 165 طب دي هنعمل لها ايه؟ هنعملها بلس 360 عشان هي نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 165 بلس 360 ادتنا 195. طب ال 195 دي فين؟ ال 195 بين ال 180 وال 270 يعني في السيرت، السيرت بتاع التان والكوتان. هنا عندنا ده الكوساين، لا الكوساين فيها هيطلع نيجاتيف. اللي بعد كده كوتين 32 باي اوفر 3 يبقى هنعمل 32 تايم ال 180 اوفر 3 ايكوال 192. الرقم ده هنعمل له ديفايد 360 عشان نعرف في كام 360، في 5 360 يبقى الرقم هو هو اللي هو كان 32 تايم 180 اوفر 3 ونعمل له ماينس 5 تايم 360 طلع 120، وال120 دي يعني في السكند، السكند الكوتان فيها بالنيجاتيف. اللي بعد كده برضو كوتان الرقم دون، الرقم ده اللي هو يطلع نيجاتيف 135 يبقى هنعمل 360 ماينس 135 طلع 225. ال 225 بين ال 180 و 270 يعني هيطلع بوزيتيف. اخر واحدة خالص نيجاتيف 25 باي اوفر 6 يبقى هنعمل نيجاتيف 25 تايم 180 اوفر 6 ايكوال طلع نيجاتيف 750. هنعمل لها بلس 3 تايم 360 طلع 330، و330 اللي هو بين 270 و300 60 يعني هيطلع في الفورس، واحنا عندنا السيك في الفورس ديا بوزيتيف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي find all trigonometric functions of the angle whose measure is theta drawn in standard position with terminal side intersect the unit circle عند البوينت 2 over 3 وروت 5 over 3. طبعا احنا عندنا هنا البوينت، فهو الجزء ده هو الكوساين بتاعنا كوساين ثيتا، وده الساين، يبقى انا كده جبت الكوساين والساين. هجيب التان، طب التان ده عبارة عن ايه؟ تان الانجل عبارة عن الساين ديفايد الكوساين يعني روت 5 اوفر 3 ديفايد 2 اوفر 3 هيطلع روت 5 على 3. طب انا جبت هنا الكوساين منها اقدر اجيب السك الريسيبريكال ل 2 اوفر 3 هيطلع 3 اوفر 2. ادي الساين هنجيب الريسيبريكال اللي هو الكوسيك بدل ما روت 5 على 3 لا هيبقى 3 اوفر روت ال 5. وطبعا ادي الكوتين هنجيب التان نجيب منها الكوتين كوتين الانجل وهنجيب الريسيبريكال اللي هو 3 اوفر روت 5. المسألة اللي بعد كده برضو ادي البوينت هنا ده الكوساين ثيتا وده الساين ثيتا، عاوزين نجيب التان فتان ثيتا اللي هو الساين اوفر الكوساين هيطلع 4 over 3. من هنا نقدر نجيب السك يبقى سك ثيتا
الريسيبريكال بتاع نيجاتيف 5 اوفر نيجاتيف 3 اوفر 5 اللي هو نيجاتيف 5 اوفر 3، ونعرف نجيب الكوسيك اللي هو الريسيبريكال بتاع الساين نيجاتيف 4 5 اوفر 4، ومن دي نقدر اجيب الكوتان، الكوتان اللي هو الريسيبريكال 3 اوفر 4. اللي بعد كده ادي هنا عندي الكوساين ثيتا ايكوال 0 والساين ثيتا ايكوال نيجاتيف 1، هنجيب التان ثيتا اللي هو الساين على كوساين نيجاتيف 1 اوفر 0، وطبعا ده undefined. هنا اقدر اجيب من الكوساين اجيب السيك اللي هو الريسيبريكال، هيبقى اي رقم اوفر 0 هيطلع برضو undefined. هنجيب من الساين هنجيب الكوسيك، والريسيبريكال لنيجاتيف 1 هيطلع نيجاتيف 1. وهنا عندنا التان الكوتان كوساين على ساين، الكوتان هيطلع 0 اوفر نيجاتيف 1 هيطلع بزيرو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي ثيتا از ا ميجر اوف دايركتد انجل ان ستاندرد بوزيشن ويل بي هي الانترسيكشن بوينت مع اليونت سيركل، عايزين نجيب اول تريجونومتريك فانكشن للانجل ثيتا. فاحنا هنا عندنا البوينت بي موجود على اليونت سيركل، وطالما موجود على اليونت سيركل يبقى عندنا اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال 1، يبقى هنا 0.6 سكوير بلس الواي سكوير ايكوال 1، منها الواي سكوير هيطلع 1 ماينس 0.36 يعني ايكوال 0.64، هجيب الواي هيطلع بوزيتيف ونيجاتيف 0.8. هنا قال الواي جريتر زين 0 منها، يبقى الواي ايكوال 0.8، يبقى كده عند البوينت اللي موجوده 0.6 و 0.8 هقدر اجيب بقى ادي هنا الكوساين ثيتا ايكوال 0.6 او 6 اوفر 10 او 3 اوفر 5، وهنجيب الساين ثيتا 0.8 او 8 اوفر التان، ونجيب التان ثيتا اللي هي عبارة عن الساين اوفر كوساين 8 اوفر 6 او 4 اوفر 3 مش هتفرق. هنا من الكوساين هنجيب السك ثيتا اللي هي الريسيبريكال بتاعتها 10 اوفر 6 او 5 اوفر 3، ومن هنا هنجيب الكوسك ثيتا 10 اوفر 8، وهنا هنجيب الكوتان الريسيبريكال للتان اللي هو يطلع 3 اوفر 4. اللي بعد كده برضو عندنا البي موجودة على اليونت سيركل، يبقى كده عندي الاكس سكوير بلس نيجاتيف 0.6 سكوير ايكوال الوان، يعني الاكس سكوير هيطلع 1 ماينس 0.36، برضو الاكس هتطلع بوزيتيف ونيجاتيف 0.8 يعني بوزيتيف ونيجاتيف 4 اوفر 5. هنا قال لي الاكس بوزيتيف يبقى هتطلع الجزء البوزيتيف، يبقى انا كده عرفت ان البوينت بي 4 اوفر 5 سوري مش 4 اوفر 5، والرقم ده اللي هو نيجاتيف 6 اوفر 10 نيجاتيف 3 اوفر 5. ونشتغل عادي، ادي الجزء ده اللي هو الكوساين ثيتا ايكوال 4 على 5، والساين ثيتا نيجاتيف 3 اوفر 5، والتان ثيتا اللي هو الساين اوفر كوساين نيجاتيف 3 اوفر 4. ونقدر نكمل عادي، نجيب من الكوساين هنجيب منها الريسيبريكال بتاعها اللي هو السك ثيتا هيطلع 5 اوفر 4، ومن هنا اقدر اجيب الكوسيك ثيتا اللي هو نيجاتيف 5 اوفر 3، ومن هنا اقدر اجيب كوتين ثيتا اللي هو نيجاتيف 4 اوفر 3. نمبر 3 عندنا برضو البي بلونج تو اليونت سيركل، يبقى احنا عندنا اكس سكوير بلس الواي سكوير ايكوال 1، يبقى هنا عندنا نيجاتيف روت 3 اوفر 2 باور 2 بلس الواي باور 2 ايكوال 1، يعني ان 3 اوفر 4 بلس الواي باور 2 ايكوال 1، منها الواي باور 2 هيطلع 1 ماينس 3 على 4
اللي هو منه كورتر، يعني الواي هيطلع بوزيتيف ونيجاتيف هاف. هنا عندنا البوينت ادي نيجاتيف روت 3 اوفر 2، والواي هنا قال لي هنا الجزء ان الثيتا في السكند كويت، فاحنا عندنا السكند اللي هو دون والسكند في الواي بوزيتيف، يبقى منها الواي هيطلع بوزيتيف هاف، يبقى البوينت اللي عندنا نيجاتيف روت 3 اوفر 2 وادي الهاف. كمان ممكن برضو نعرف ان هي بوزيتيف لان هنا عندنا في السكند كواد الساين دايما بوزيتيف. وكده بقى المسألة خلصت، ادي هنا الكوساين ثيتا وادي الساين، هنجيب التاني نعملهم ديفايدد، التان هيطلع نيجاتيف 1 اوفر روت 3، عاوزين نجيب الكوسيك هيطلع 2، ونجيب السك نيجاتيف 2 اوفر روت 3، ونجيب الكوتان نيجاتيف روت 3. المسألة اللي عندنا اللي بعد كده برضو نفس البوينت بي بلونج تو يونت سيركل، يبقى عندنا الاكس سكوير بلس الواي سكوير او كوساين سكوير بلس ساين سكوير ايكوال 1، يبقى هنا عندنا نيجاتيف اكس سكوير بلس الاكس سكوير ايكوال 1، اكس سكوير واكس سكوير 2 اكس سكوير ايكوال 1، يعني الاكس سكوير ايكوال هاف، منها الاكس ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 1 اوفر روت 2. طبعا هنا قال لنا الاكس بوزيتيف، منها ان الاكس هتطلع 1 اوفر روت 2. ادي البوينت البي اللي عندي نيجاتيف اكس، يبقى نيجاتيف 1 اوفر روت 2، وهنا 1 اوفر روت 2. هنجيب بقى التريجونومتريك فانكشن الكوساين ثيتا نيجاتيف 1 اوفر روت 2 والساين ثيتا 1 اوفر روت 2، وهنجيب التان ثيتا، هنعمل الساين اوفر الكوساين هيطلع نيجاتيف 1، من دي ان الكوتان برضو زيها نيجاتيف 1، هنا الكوسيك الريسيبريكال هيطلع روت 2، وهنا هنجيب السيك الريسيبريكال نيجاتيف روت 2. هنا 7 و 8 نفس الفكره اللي احنا عملناها، نخش على نمبر 9، ادي هنا الاكس وادي الواي، وهي دي بوينت بي بلونج تو يونت سيركل، يبقى كده عندنا الاكس سكوير بلس الواي سكوير ايكوال 1، الاكس اللي هي 3 اوفر 2 اي باور 2 بلس نيجاتيف 2 اي باور 2، كل الكلام ده ب 1، دي هتبقى 9 اوفر 4 اي سكوير بلس 4 اي سكوير ايكوال 1، طبعا دي 16 اوفر 4 و 9 اوفر 4، يعني 25 اوفر 4 اي سكوير ب 1، يعني الاي سكوير 4 اوفر 25، منها الـ A هتطلع positive و negative 2 over 5. هنا قال لي ان الثيتا موجودة between 270 و 360، يعني في الفورس، والفورس عندنا في الجزء الاولاني ده one positive اللي هو الكوساين positive، والجزء التاني negative، يبقى احنا هنا هناخد الـ A علشان يبقى الجزء ده positive لازم الـ A هتبقى positive 2 over 5، يبقى كده الـ A هتطلع 2 over 5، ونعمل substitution هنا، يبقى الأولانية 3 over 2 time 2 over 5، والتانية negative 2 time 2 over 5، دي هتطلع 3 over 5، ودي هتطلع negative 4 و negative 4 over 5، وهنا الجزء ده زي ما قلنا كذا مرة ده الكوساين، والجزء ده الساين، ونعملهم divided، نجيب التان بتاعة الانجل هتطلع negative 4 over 3، من هنا عاوزين نجيب السك هيطلع 5 over 3، هنا الكوسيك negative 5 over 4، وهنا نجيب الكوتان negative 3 over 4. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز sin 0 plus sin 90 plus sin 180 plus sin 270، ده الحاجات دي ممكن نجيبها من اليونت سيركل. طبعا هنا ساين 0 هيطلع ب 0، بعد كده ساين 90 ادي ساين 90 هيطلع ب 1، ساين 180 ادي ساين 180 هيطلع ب 0، وساين 270 هيطلع ب نيجاتيف 1، ودي ممكن نجيبها بالكالكوليتر. يبقى الاولانيه طلعت ب 0 بلس 1، ساين 180 برضه طلعت ب 0، وساين 270 طلعت نيجاتيف 1، هيطلع في الاخر الحل 0. المسألة بعد كده ساين 30 بالكالكوليتر هتطلع بهاف، كوساين 60 برضو بهاف،
كوتين 45 زي التين 45 هيطلع ب1 وبرضو الحل هيطلع 0. مسألة نمبر 5 ساين 180 بالكالكوليتور أو من اليونيت سيركل هيطلع بزيرو مالتب باي طبعا أي حاجة هتطلع برضو بزيرو ماينس كوساين 180 دي هتطلع بنيجاتيف 1 تايم ساين 45 اللي هو 1 أوفر روت 2 في الآخر الحل هيطلع 1 أوفر روت 2. اللي بعد كده كوساين باي أوفر 2 طبعا باي ده بالريديان هنحوله للديجري ميجر هنعمل يبقى 180 اوفر 2 ب 90 وساين 90 دايما بزيرو تايم اي حاجه طبعا دي وات ايفر هتطلع برده بزيرو ساين 3 باي اوفر 2 اللي هي 270 و 270 الساين بتاعتها بنيجاتيف 1 هنا ساين باي اوفر 2 ساين 90 اللي هي ب 1 الحل في الاخر هيطلع نيجاتيف 1. هنا بيقول لي بروف ذات 2 ساين سكوير 90 ايكوال نيجاتيف 2 كوساين 180. فهنا هنجيب الليفت هاند سايد هنقول ايكوال يبقى 2 تايم ساين 90 اللي هي ب 1 يعني 1 سكوير هتطلع برضو 2 باي 1 سكوير ب 2 ونجيب الرايت هاند سايد اللي هو نيجاتيف 2 تايم كوساين 180 اللي هو نيجاتيف 1 نيجاتيف تايم نيجاتيف يبقى بوزيتيف يبقى زيرفور ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. نمبر 2 بيقول لي بروف ان كوساين باي ايكوال كوساين سكوير باي اوفر 4 ماينس ساين سكوير باي اوفر 4 هنمسك الليفت هاند سايد كوساين باي اوفر 2 اللي هي كوساين 90 وكوساين 90 ايكوال 0 هنمسك الرايت هاند سايد كوساين سكوير باي اوفر 2 اللي هي 1 اوفر روت 2 باور 2 ماينس برضو ساين 45 اللي هي 1 over root 2 power 2 تبقى half minus half equal 0 يبقى therefore ان the left hand side equal right hand side. نمبر 8 بيقول لي prove that ان sin 60 cosine 30 minus cosine 60 sin 30 equal sin square by over 4 هنمسك ال left hand side sin 60 اللي هي root 3 over 2 multiply cosine 30 برضو روت 3 اوفر 2 ماينس كوساين 60 اللي هي هاف تايم ساين 30 برضو بهاف هيبقى هنا 3 اوفر 4 ماينس كورتر هيطلع هاف. هنمسك بقى الرايت هاند سايد اللي هو ساين سكوير باي اوفر 4 والباي اللي هي 180 اوفر 4 45 هيبقى ساين سكوير 45 اللي احنا لسه جايبينه من شويه 1 اوفر روت 2 باور 2 اللي هو هيطلع برضو هاف يبقى زيرفور ان الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد.